أين تسافر العائلات المالكة في إجازة الصيف؟ فصل الصيف هو أكثر وقت في السنة بيسافروا فيه الناس، ومثل الرويال فاميليز اللي بتحرص أنها تقضي السمر بريك مع عائلتهم في أماكن مختلفة. ففي أخبار انتشرت مؤخراً أنه الملك تشارلز الثالث حيقضي إجازة الصيف هاي السنة مع زوجته الملكة كاميلا في بالمورال في اسكتلندا، والسبب هو أنه والدته الملكة إليزابيث كانت بتحب تقضي الصيف هناك. ولأهمية الموضوع بالنسبة للملك تشارلز، حيكمل هالتراديشن اللي مستمر من 150 سنة. فهالقلعة اشترته الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت في سنة 1852، ومن وقتها وهو مكان أساسي للعائلة المالكة البريطانية. أما الأمير ويليام وزوجته كيت راحوا لجزر سيلي مع أولادهم الثلاثة. وهو نفس المكان اللي ويليام كان قضى فيه ذكريات من طفولته مع أسرته ووالدته الأميرة ديانا. وقبل ما يتزوجوا، ويليام وكيت كانوا زاروا كينيا في 2010. فالدول الأفريقية بتحمل مكان خاص عند ويليام وأخوه هاري، لأنه المكان اللي أخذهم فيه والدهم الملك تشارلز بعد مأساة وفاة والدتهم. وميموريز كمان ما حيقدروا ينسوها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وهي في دولة بوتسوانا في جنوب قارة أفريقيا. فبعد خطوبتهم الكابل سافروا هناك وعملوا كامبينج، ورجعوا لهالمكان مرة أخرى للاحتفال بعيد ميلاد ميغان 36، وكمان أول أنيفرسري إلهم مع بعض. أما اللي غالباً بيتم رصدها في برايفت يوت فهي الأميرة بياتريس وزوجها، فمرات بتكون في إيطاليا ومرات في إيبيزا. والسنة الماضية الملك فيليبي ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا وبناتهم الأميرة لينور وصوفيا كانوا في جزيرة بالما في جنوب إسبانيا. أما ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك وأسرته فاختاروا أجواء مختلفة، وهي أنهم يكونوا في الريف الدنماركي في منزل إقامتهم.